مساء الفل. من فترة قريبة حصل جدل كبير جداً بخصوص حق البنت في إنها تجوز نفسها بنفسها من غير إذن ولي أمرها، سواء كان باباها أو أخوها أو عمها. في ناس قالت إذا كانت كبيرة وعاقلة وعدت سن الرشد يبقى من حقها، زي ما الراجل من حقه إن هو يتجوز بدون وصاية من حد، هي كمان من حقها تتجوز بدون وصاية من حد، لأن في الآخر دي حياتها مش حياة حد تاني. وفي ناس تانية قالت ما ينفعش، ده كلام ضد الشرع والدين، هيفتح باب كبير للمشاكل، ولو عدى مرة مش هنعرف نقفله بعد كده. وسواء كنتم من الناس دول أو الناس دول، بنهديكم النهاردة حكاية دعاء. بطل القصة حقيقية النهاردة اللي هربت من البيت واتجوزت من وراء أهلها. طب هربت ليه؟ وإيه اللي خلاها تتجوز من وراهم؟ تعالوا نسمع القصة من الأول. اسمي دعاء، في بداية الثلاثينات من عمري، وحالياً مطلقة ومعايا 4 ولاد. من وانا صغيرة والدي كان مسافر طول الوقت، وكنت حاسة اني يتيمة، ولما رجع كان عندي 12 سنة، فرحت قوي وقتها، وبعدين حسيت بصدمة عمري، لأن أبويا لما رجع وتعرفت عليه كويس اكتشفت انه أكتر إنسان صعب وقاسي شفته في حياتي، بحكم انه عاش 20 سنة لوحده، وكان بينزل كل سنة 15 يوم بس. ولما جه الوقت اللي نزل فيه نهائي بدأت أعرفه لأول مرة، وشفت حاجات كتير كانت مستخبية. أختي الكبيرة كانت متجوزة تاجر شاطر، وعرض على أبويا يشاركه من قبل ما يرجع، وبابا وافق وشاركه بكل فلوسه. وبعد ما رجع اكتشفنا أن جوز أختي فلس وخسر كل الفلوس، كانت صدمة، وبسببها أبويا كرهنا في حياتنا وطلع علينا كل أمراضه وعقده، كان بيعذبنا عشان يوجع أمي. تخيلي يا سالي، كان بيكهربني ويحبسني وما كانش بيطقني، ودايماً كان بيضربني، ولما كان أخويا بيضربني ما كانش بيحاسبه ويقول له طب أنت بتضرب أختك ليه؟ ما قالهاش. وإخواتي البنات المتجوزين كانوا خايفين على حياتهم ومش عايزين جوازهم يعرفوا تصرفات أبويا، فكانوا مش بيتدخلوا. ولما بدأ يتقدم لي عرسان وحسيت إن في أمل إني أخرج من بيت أبويا واترحم من العذاب، أبويا كان بيرفض حتى لو كان العريس ده ما يتعوضش. مش بس كده، أنا كنت بتعلم وأبويا عايز يطلعني من التعليم، قلت لهم أنتوا كده كده جايين علي، أنا هولع فيكم كلكم وهولع في نفسي. ووافق أبويا إني أدرس واشتغل عشان أصرف على نفسي، وكملت معهد 4 سنين واشتغلت، وتقدم لي عريس أكبر مني ب 13 سنة ووافقت عشان أسيب البيت وأمشي، بس لقيته زي الزفت، لا شخصية ولا تعليم ولا أي حاجة، ما كانش بيعرف حتى يتكلم، فسبته رغم إن أهلي كانوا عايزينه لأنهم كانوا مسيطرين عليه، بس أنا وقفت بكل قوتي وقلت لأ وسبته. بعدها اتعرفت على شاب تاني كان معايا في الشغل وكان قريب مني في السن، أعجبت بيه وحبيته وجيت قدم لي، بس بابا رفض لأنه كان شايفه مش مناسب ومش معاه أي إمكانيات. اللي كنت بمر بيه وقتها خلاني أعند وأصمم على موقفي، كان عندي ساعتها 24 سنة ولسه عايشة في الهم والنكد، ومن كتر زعلي جات لي جلطة، فقلت دي فرصتي الأخيرة عشان ألاقي حد يرضى بيا، وقررت ساعتها إني أهرب. هربت من البيت واتجوزت زميلي من وراهم، كانت خبطة كبيرة لكل عيلتي والأهلي كلهم، بس ما كانش فارق معايا وقتها، هما هيحسوا بإيه؟ هيجرى إيه؟ وعشت أنا وجوزي 7 شهور من أحلى أيام حياتي، وحملت، وقبل ما أولد بشهر حصلت مشكلة مع أهل جوزي، كانت خناقة كبيرة قوي ومات فيها شخص، فقرر جوزي إنه يشيل القضية عشان كان كبير إخواته، عشان خاف على أخوه الأصغر منه اللي عنده 18 سنة، خاف عليه وعلى أمه وأخته، واعترف على نفسه وأخد حكم 7 سنين. بقيت ساعتها عمالة أعيط وأقوله ليه عملت كده؟ خفت على أخوك ومامتك وأختك،
طب انا مين يخاف عليا وعلى ابني اللي جاي في السكه؟ ما كنتش في الحسبان ليه؟ بعدها اشتغلت عشان اصرف على نفسي وانا حامل في الشهر الاخير، لان اهلي كانوا مقاطعيني واهله ما كانوش موافقين بالجوازه بالشكل ده. قالوا لي ارجعي لاهلك، احنا مش هنشيلك وجوزك مش موجود، ملناش دعوه. تعبت قوي ولقيت نفسي مش قادره من الشغل، وكانت بتتكوم عليا الديون والايجار، وصاحب البيت ضحك علي واخد عفشي وبيتي لاني ماليش حد. اترميت في الشارع وانا بطني مليانه، كنت بنام على عتبه المحلات واستخبى تحت العربيات، وكل اللي حواليا كانوا طمعانين فيا. عشت اسوأ ايام حياتي. رحت لاهلي وحكيت لهم على اللي حصل، طردوني وذلوني، محدش وقف معايا، وكل البيبان اتقفلت في وشي، لحد ما حصلت معجزة وبقدرة قادر جوزي يخرج في يناير وياخدني ويوديني بيت أهله ونعيش هناك. بس للأسف أمه ما سابتنيش في حالي، وفضلت وراه لحد ما غيرته عليا 180 درجة. بقى يضربني ويشتمني وبيعاملني أسوأ معاملة. بقى هو وأهله ممرمطيني ومخليني خدامة، يمكن الخدامة ليها كرامة عني، وكل ده لأن خلاص محدش عايزني وأهلي خلاص مش بيسألوا عني. لغاية ما في يوم جوزي ضربني في الشارع، ضربني علقة جامدة لأن صاحبه كان بيعاكسني، كانت أخلاقه وحشة، هو اللي علم جوزي المخدرات وخلاه إنسان تاني. فجوزي ضربني قدامه عشان يرضيه، قال لي هو صاحبي انتي ولا حاجة، وضربني وعرى جسمي قدام الناس. أخدت بنتي وجريت عملت محضر في القسم، ورحت عند واحدة صاحبتي وخليت أبوها يروح لأبويا يقول له بنتك خلاص بتروح. بعدها الحكومة أخدت جوزي لأنه طلع كان هربان من القضية واتحبس تاني. ساعتها فرحت من كل قلبي إن ربنا أخد لي حقي ووافق أبويا إني أرجع بيتنا، بس بشرط إن اتطلق. ولما وافقت ورحت عشان ارفع قضيه طلاق اكتشفت اني حامل. ابويا قال لي انت بتضحكي علينا، وطردني مره تانية. امي اتدخلت وقالت مش هسيب بنتي واخدتني، واجرنا شقه واشتغلت وربيت ولادي. وبعد 8 سنين جوزي خرج. 8 سنين محدش من اهله سال عليا ولا حتى افتكرني. اول ما خرج دور عليا وجالي وفضل يتأسف لي ويقول لي سامحيني، فسامحته لأني كنت بحبه، ورجعت له وعشت معاه وخلفت تاني، وبقى معايا 4 ولاد. بس هو أخلاقه بقت وحشة قوي وما بيتغيرش غير للأسوأ. بقيت بشتغل وبصرف على نفسي وعلى ولادي وعليه، ده غير الضرب والإهانة والبهدلة. وفجأة حصلت المعجزة، أبويا رضي عني وسامحني أخيرا، وقرر يعوضني ويديني شقة أعيش فيها بدل بهدلة الإيجار الجديد. وبدل ما جوزي يحمد ربنا، يحمد ربنا بقى، كان كل يوم يضربني عشان أبيع الشقة ويعمل لنفسه مشروع. ولقيت إخواتي واقفين جنبي بعد كل السنين دي، بعد كل سنين الظلم والتعب، ساعدوني هما وأبويا وأمي. رفعت قضية خلع واتطلقت وعشت مع أهلي، بس أبو ولادي مش سايبني في حالي، بقى بيراقبني وبيمشي ورايا، وساعات بيجي يضربني قدام شغلي عشان عايزهم يطردوني، وبيهددني انه هيحرق وشي. انا خايفة على نفسي وعلى ولادي ومش عارفة اعمل ايه. مش مهم عندي اموت، بس هم يعيشوا حياة حلوة من غير الم. ابوهم على طول بيتصل يشتم فيهم ويضربهم وبيحبسهم وبيطلع غله فيهم مع انه هو اللي ظلمني. كان نفسي اعيش حياه احسن من كده، بس راضيه بقضاء الله. نفسي ربنا يقدرني واغير حياه ولادي. ساعدوني اعمل ايه؟ قصه ماساويه بكل المقاييس، بكل المقاييس. لحد هنا وخلصت الرساله. انا حاسه اني كنت بشوف فيلم سينما، بترمي تحت العربيات وبستخبى وجوزي يهرب ويطلع تاني،
قصة فيها حاجات كتير قوي. ايه اللي ممكن يعمله الكبت والضغط على اي بني ادم لو جاب اخره؟ فيها ايام سودة عاشتها في الشارع زي ما بقول لكم، مرمية في الشارع واهلها مش عايزينها، تروح تقول لهم انا بضيع، مفيش. واحد شال تهمة ودخل السجن قتل عشان خايف على اخواته، ولما خرج بقى مدمن قد الدنيا، بقى بيهددها انه يشوه وشها، بيطاردها في كل مكان تروحه. قصة فيها حاجات كتير قوي قوي مأساوية. انا من ساعة ما جيت البرنامج ده بقيت اشوف العجب زي ما بيقولوا، انا ما كنتش متوقعة ان في كده في الدنيا ابدا. اسئلة كتير قوي هنجاوب عليها بس بعد الفاصل، استنونا. هنستقبل حكاياتكم في برنامج قصة حقيقية أينما كنتم. لو عندك قصة وعايز تتواصل معنا تقدر تبعت لنا قصتك مكتوبة أو متسجلة أو متصورة على منصتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقدر تبعت قصتك واتساب أو تليجرام على رقم البرنامج. ولو عايز تخفي اسمك وهويتك تقدر تبعت لنا على الرابط ده اللي بيضمن لك سرية معلوماتك الشخصية حتى عن اللي هيستقبل رسالتك. قصتك هي برنامجنا، المهم تكون قصة حقيقية. لحد ما تمت 12 سنة كانت دعاء حاسة إنها يتيمة، لأن أبوها طول الوقت مسافر بره، يدوب ينزل أجازة كل سنة 15 يوم بس، وأخيراً نزل نهائي واستقر. وبدأت دعاء تعرف أبوها بجد، واكتشفت إنه صعب وقاسي جداً. وبعد ما دخل مشروع مع جوز بنته وخسر كل فلوسه بقى أصعب وأصعب، كان بيضرب دعاء وبيكهربها وبيعذب ولاده التانيين. دعاء فكرت إنها تتجوز، دي الوسيلة الوحيدة اللي هتخليها تطلع من البيت ده، لكن أبوها بيرفض أي عريس بيتقدم لها. فقررت دعاء إنها تهرب من البيت وتتجوز زميلها في الشغل، كل ده من وراء أهلها. ودخلت في ضلمة، اتبسطت شوية، وقبل ما تخلف بشهر جوزها اتقبض عليه في قضية قتل ودخل السجن. وراحت لأهله قالوا لها شيلي نفسك، راحت لأهلها طردوها، وصاحب الشقة اللي كانت قاعدة فيها هو كمان خد عفشها وطردها وبقت في الشارع، تبات قدام المحلات وتستخبى جنب العربيات، اتبهدلت. خرج جوزها من السجن، خدها تاني تعيش معاه، خرج متغير، بقى بيشرب مخدرات وبيضربها وبيهنها، ودخل السجن تاني بس بعد ما بقى عندهم 4 ولاد. دعاء رجعت بعيالها لأهلها ووافقوا إنها تعيش معاهم وخلعت جوزها، لكن لحد النهاردة هو بيطاردها وبيهددها إنه هيشوه وشها، ما بقتش عارفة تتصرف إزاي. وعشان كده منورنا ومشرفنا النهاردة دكتور محمد محمود حمودة، استشاري الطب النفسي، عشان نقول لدعاء تعمل إيه. إزيك يا دكتور؟ ازيك يا سيدي، اخبارك ايه؟ الحمد لله. شفت القصه عامله ازاي؟ شفت القصه عامله ازاي. اللي بيتجوز من ورا اهله بيحصل فيه كده؟ كلهم كده ولا في حاجات استثنائيه؟ طيب خليني الاول اقول لك انا شايف القصه بمنظور تاني خالص. دايما اللي بيحكي القصه بيبقى شايفها من وجهه نظره. عشان نفهم بقى الحكايه دي لازم نفهم حاجه اسمها جوهاري ويندو. جوهاري ويندو دي حاجه زي النافذه كده، تمام؟ الشباك. شباك كده متقسم 4 مربعات. بنقول انه الشخص بيبص على نفسه من الجنب ده، فهو شايف كام مربع في نفسه؟ مربعين. والناس بتبص عليه من الجنب ده، فالناس شايفين فيه كام جزء؟ شايفين من اللي فوق. مربعين. فهو شايف في نفسه حاجات اللي هو المربع اللي تحت هنا، هم مش شايفينها فيه، وهم شايفين فيه حاجات اللي هو المربع اللي فوق هنا، ماشي، هو مش شايفها في نفسه، وهو والناس شايفين فيه حاجات ايه؟ مشتركه، اللي هو المربع المشترك. ده بقى احنا عايزين نفهم بيه ايه؟ ما هقول لك اهو. وفي مربع ولا هو ولا الناس شايفينه. ده بيقول لنا انه كل حد بيحكي قصه بيبقى شايفها من وجهه النظر دي اللي هو بيبص عليها. احنا بقى المفروض كاخرين بنبص على القصه بنبص عليها من وجهه نظر تانية خالص. إيه بقى؟ دعاء يبدو انها مظلومه في القصه، ولكن الحقيقه ان دعاء عندها اضطراب الشخصيه الحديه. انت ما فيش حد سلم منك ومن امراضك. طيب والله العظيم انا قلت انت هتتعاطف معاها. لا خالص،
هي دي اتكهربت وهي صغيره، هي اللي عملت كده في نفسها، هي اللي كهربت نفسها يعني كمان. تخيلي ان هي الوحيده اللي في اخواتها كانت بتتضرب، هي الوحيده اللي في عشان اخواتها عشان بتحب باباها، هي بتضرب فبتحب باباها فبيضربها يعني، بتحبه وبتروح له وهو مضطرب وعنده مشاكل نفسيه فكان بيضربها. اشمعنى مشاكله النفسيه ما بتطلعش غير عليها هي؟ اشمعنى الباقيين ما عندهمش مشاكل مع باباها؟ لانه سافر وما كانش حد يعرفه لسه. أيوة تقريبا. ايه علاقه ده بانه الباقيين كلهم ما عندهمش مشاكل؟ لا بس هي بتقول ان هو كان بيضرب اخواتها كمان عشان يضايق مامتها. لا ما كانش بيضرب اخواتها، كان بيعذبهم كلهم. لا ما كانش بيعذبهم كلهم، هي اللي كان عندها مشاكل معاه وهي الوحيده اللي قال لها. لا مش هي لوحدها يا دكتور، هي لوحدها بتقول كانوا بيعذبوهم. لا والله انا متاكده، انا حافظه القصه. كانوا بيسكتوا اخواتي الكبار، كانوا بيسكتوا عشان لا اللي متجوزين ما كانوش بيخشوا بيدخلوا يدافعوا عنها. اه ولما اخوها كان بيضربها كان بيسكت لاخوها، يبقى ده معناه انه ما كانش عنده مشاكل مع الباقيين، هي المشاكل كانت معاها هي بالتحديد. تفتكر هي قالت كده وخلاص؟ هو قال ان او هي قالت في القصه انه هو رفض انها تكمل تعليمها، ما جابتش سيره انه رفض ان اخواتها يكملوا تعليمهم. اه دي ماشي. اشمعنى يعني هي اللي رفض انه يكمل تعليمها؟ ولما هي قالت اصرت انها تكمل التعليم خلاها تكمل التعليم، يعني ده معناه ان الراجل مش وحش بطبعه، هو بس دي. راجل وسواسي، الاب ده اب وسواسي عايز كل حاجه تمشي صح ومظبوط، وهي شخصية حدية. يعني مندفع. حدية شخصية الحدية بقى هي دي حلقة النهاردة عن الشخصية الحدية في الحقيقة. شخصية الحدية دي هي شخصية متقلبة في المشاعر، تمام، طول الوقت عندها تقلب في المزاج ورؤيتها. طب ما ده تلات ارباع الستات يا دكتور. طب خليني اكمل. انا بحبك قوي واحبك اكرهك اسيبك اندهك. اه خلي ما هو شائع، هو شائع الاضطراب ده في الستات، بس خلينا نكمل بقيه المواصفات بتاعت الشخصيه الحديه. طالما قلت في الستات خلينا نكمل مواصفات الشخصيه الحديه. وبتشوف الناس دايما يا ابيض يا اسود، يعني اللي يعمل موقف كويس يبقى جميل وعظيم، واللي يعمل موقف وحش يبقى زي الزفت. وده كان باين، وده كان باين قوي في القصه ان جوزها في الاول كان عظيم وهايل، ومره واحده بقى زي الزفت ووحش عشان بقى يشرب مخدرات. ولما اتسجن كانت مبسوطه انه اتسجن، وبعدين بعد شويه لما رجع لما اتسجن اتبسطت لما هو استناني بقى. آه. لما اتسجن عشان هو ضربها في الشارع عشان خاطر صاحبه هي اتبسطت، لكن غير كده قاعد تقول له ما عملتش حسابي. بص بقى ليه؟ وبعدين لما رجع طبطب عليها رجعت تاني بقى ايه حلو وجميل. طب ما ده عادي لانه عرف غلطه وهي بتحبه قوي. عرف غلطه ايه؟ بصي الناس عندها موقف يجيبها يمين، هو الناس رماديين، موقف يجيبها يمين وموقف يجيبها شمال. طب ما ده طبيعي. الناس رماديين. لا مفيش، الحياه مش ابيض واسود. الحياه ابيض واسود طبعا، 1+1=2 خالص طبعا، ده مش صح. امال ايه؟ دايما الحسابات بتاعه الاشخاص مختلفه عن حسابات الارقام. ايه بقى؟ الناس دايما بنلتمس لهم الاعذار، والناس لا. دايما مش ابيض واسود، الناس في درجه في النص رمادي. نلتمس لهم الاعذار على حسب درجه نفسيتها. درجه في النص رمادي. إيه؟ مفيش حاجه اسمها انت حلو او وحش. مفيش إيه؟ حد حلو طول الوقت ومفيش حد وحش طول الوقت. ما ده طبيعي، انت حلو في موقف وحش في موقف. ماشي. بس مش ما هي عملت كده. لا هي شافته حلو تماما وبعدين شافته وحش تماما في كل المواقف، لدرجه انها اول مره هربت عشان تتجوزه، وتاني مره فرحت فيه انه اتسجن. طب عشان ضربها يعني؟ هو لما جوزك يضربك تفرحي فيه انه اتسجن؟ ربنا يا اخويا حكم عدل، هتكرهي الخير؟ لا طبعا. طيب ربنا جابه، باباها نفسه ربنا بيعاقبه، شافت باباها زي الزفت، ولما عمل موقف كويس معاها بقى بابا كويس وجميل. طب ما هي لما راحت لباباها الاول، لما راحت لباباها الاول يا دكتور قال لا لا شيلي شيلتك واحنا مالناش دعوه. طب خليكي بس كملي بقيه مواصفات الشخصيه الحديه. وكمان عندها خوف طول الوقت من الهجر والترك، وعشان كده كانت كل مره بترجع له عشان هي خايفه ان هو ايه. طب ايه المشكله دي؟ ده مرض. ومندفعه في التصرفات لدرجه انها ممكن تاذي نفسها او تاذي الاخرين. ده عند ده عند ده بنات. مش عند ده، مش عند بنات، هو ده جزء من الاضطراب. ده مرض بجد. هتحاول تولع في نفسها او تولع فيهم. ده كلام بتقوله عشان تغيظهم. ومين قال الكلام ده؟ ده هو ابوها عارف انها مجنونه وتعمل كده، وهي فعلا مجنونه وعملت كده لما هربت وسابت البيت وراحت اتجوزت واحد تاني. ولما هربت وسابت البيت بقى وقعت من نظر اهلها، وقعت من نظر اهله. انت ازاي بتقول كده؟ وقعت من نظر اهله، وقعت من نظره هو شخصيا. دي هربت عشان تتجوزه. ازاي بتقول كده؟ طب اقول لك حاجه كمان، الاب وسواسي عايز كل حاجه صح، وهي شخصيه حديه والزوج سايكوباتي. الراجل ده الراجل اللي في اخر القصه هيبقى سليم. الراجل ده سايكوباتي. انا عايزه واحد سليم اللي وافق انه يتجوزها من غير اهلها وانها تهرب، مستشفى صغيره فعلا وانها تهرب وانها تهرب وتتجوزه. ده سايكوباتي. وبعدين ليه بقى ليه تهرب وتتجوزه؟ ده سايكوباتي. القصه اللي كان متهم فيها قضيه قتل، ده بيقول انه سايكوباتي. وبعدين ايه، مش هو اللي قتل وراح اعترف على نفسه؟ طب ما ده عادي، عادي شهامه. لا دي مش شهامه، هو اللي تعاقب، اللي اذنب هو اللي تعاقب، لكن هو راح يشيل. لا طب ما هو اخويا عنده 18 سنه، فانا هشيل رقبتي سداده يا اخويا زي ما بيقولوا.
يعني هو ما كانش مع اخوه في خناقه، كان مع اخوه في خناقه، يعني هو مشترك في جريمه القتل بس هو شالها كلها لوحده، وبعدين هرب من السجن. طب وده وحش في ايه؟ استني، هرب من السجن وحش في ايه؟ كل اللي عمله ده سايكوباتي. ده حاجه ثانيه، هرب من السجن، حته كانت معايا هرب الليمبي. من السجن وبيشرب مخدرات، كل حاجه بتقول انه شخص سايكوباتي. يعني ايه سايكوباتي؟ سايكوباتي يعني شخص ما بيهموش غير نفسه، مصلحته اهم من مصلحه الاخرين. ما دي انانيه عادي موجوده في المجتمع. لا دي مش انانيه، لما يبقى فيها ايذاء بقى للاخرين لدرجه ان انا اذي الاخر عشان اخد مصلحتي، هي دي السايكوباتيه. عشان كده بنسميه انتي سوشيال بيرسوناليتي، اللي هو اضطراب الشخصيه المضاده للمجتمع. ليه؟ لان هو ما يفرقش مع المجتمع، يفرق مع نفسه بس، فممكن يدوس على اي حد ويودي اي حد في داهيه ويعمل اي حاجه في مقابل نفسه بس. هو لو كان راجل محترم كان من الاول قال لها ما ينفعش اتجوزك من غير اهلك، ورفض انه يكمل في العلاقه دي. طب لكن هو لا محترم، ما رضيش يعترف على اخوه، ده جدع، ده جدع انه بيضل بلغة العداله بلدنا، ده جدعانه. وكان مشترك في القتل، ما كانش مشترك يا عم، هو الواد اللي لوش كان في القتل، كان في القتل. طيب ماشي، فين الجدعانه في القتل؟ اسيب اخويا يتحبس ولا اتحبس انا بقى؟ طب انا اتجوزت وعشت حياتي وشفت حياتي، اخويا لسه ما لغاش دنيا، وهرب من السجن. لا ده مرض. طب ما هو ايه لسه بنتكلم فيه ده؟ احنا دلوقتي خلاص، احنا في موسم جديد وفي قصه حقيقيه، وانت بقالك معانا فتره اهو في الموسم الجديد. الموسم اللي فات طلعنا كل الناس مرضى، يعني الناس لسه كلها مرضى؟ في ناس كتيرة مرضى في المجتمع، وخدي بالك المرض بدرجات. كلنا مرضى نفسيين بدرجات، بدرجات. احنا لسه كلنا مرضى أيوة نفسيين. انت ما بتغيرش رايك خالص؟ بدرجات، يعني في حد مريض بدرجة كبيرة تحتاج انه يروح لدكتور امراض نفسية ويتعالج. دي مريضة بدرجة كبيرة، لكن دعاء. في حد تاني دعاء مريض بدرجة كبيرة، لكن في حد تاني مريض بدرجة تسمح انه يكمل حياته عادي زي كده. يعني دعاء دي مريضة خلاص؟ يعني انت شايف الناس كلها مرضى؟ ما هو ايوه دعاء مريضة. انا اعرف رايي بيقول لك ان اللي يعني شايف الناس كلها مرضى هو اكبر مريض. انت عارفة زي اللي هو بيفكر نفسه ان هو فاهم. انت عارفه القصه المشهوره دي بتاعت البنت اللي بتهدد اهلها وبتحاول الانتحار اكتر من مره؟ مين دي؟ وبتهرب من بيت اهلها. هي دي قصه حياه البنت اللي عندها اضطراب الشخصيه الحديه، اللي هي بتهدد اهلها طول الوقت وبتحاول تهرب من البيت وبتحاول في الانتحار، وممكن تدخل في علاقات جنسيه، وممكن تدخل في تعاطي مخدرات، وممكن تاذي نفسها في مقابل انها ايه تعمل اللي هي عايزاه. كان معانا حد كده كان بتقول المخدرات زي الملوخيه في البيت. هو ده، هو ده كان نفس ال ده اضطراب الشخصيه الحديه. دي تيبيكال بوردر لاين بيرسوناليتي، وتحتاج الى العلاج النفسي. بس ما ولو بتخلف اربع عيال زي الفل، خدي بالك فين الاربع عيال زي الفل؟ فين واحده في الظروف دي بتخلف اصلا ليه؟ خدي بالك بقى انه بتخلف ليه يعني؟ طبعا بتخلف اربع عيال من واحد مجرم ومسجون وهربان من السجن، عيال هيطلعوا احسن منه. يخلق من ظهر الفاسد عالم. ده الخوف من الهجر، هي بتحاول طول الوقت انها تثبته عشان هي خايفه انه يسيبها، ففضلت طول الوقت تعمل كده. طب اذا كان هي اللي خلعته، وده من ازاي بتقول كده؟ هي اللي خلعته يا دكتور في الاخر خالص بقى. مش احنا اتفقنا انه بتشوف الناس يا ابيض يا اسود؟ فهي في الاخر شافته اسود فقررت انها تخلعه، ومع ذلك هي كل مره كانت بترجع لانه هي خايفه من الهجر. ولحد دلوقتي على فكره هو ما بيحومش حواليها غير لانها مدياله ريق، وما زال في بينهم اتصال. لا 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 لا، يعني هي بتكلمه وهي يعني هو عايز يشرب ميه نار. ايه اللي يخليه لسه بيفكر فيها وبيجري وراها وبيحاول يعمل لها؟ بيحبها وبوظت له حياته كلها. بيحبها وبوظت له حياته، عايز وهي الشقه عشان يعمل بيها مشروع، وهي ما زالت مدياله ريق. يعني هي ما زالت بتكلمه. لا هو ابو العيال، وابو العيال، وهي ما زالت بتكلمه وما زالت عندها مشاعر. طب ما هي لازم تكلمه. هي عملت كده ورفعت القلعه عشان ترضي مين؟ ابوها. لأن كل الناس كل الناس تخلوا عنها، فالوحيد اللي ما تخلاش عنها وقال لها لو اتطلقتي هديكي، وابوها رفضه ليه في الاول تفتكري؟ عشان امكانياته قليله. لا عشان سايكوباتي، وهي قالت كان عنده حق وهو كان عنده حق. فاول القصه قالت ليه بقى سايكوباتي ليه؟ عشان ما عندوش امكانيات. ابوها ليه وجهه نظر، هو شايف انه ده ما ينفعش، وهي كل عريس عايزه تتجوزه عشان تهرب وتسيب البيت وخلاص. ليه شايف ان ده ما ينفعش؟ عشان تخرج منهم، تخرج براهم. لكن هو كان بيشوف ان العريس ما ينفعش، وكان بيرفض العريس اللي ما ينفعش، وهي مستعجله. وابو 13 سنه الفرق بينهم كان كويس، وهي مستعجله. مين قال انه كان كويس؟ ومين قال انه الراجل وافق عليه؟ طب اشمعنى وافق عليه؟ لا خالص، ده سابها لما هي رفضت، ما اجبرهاش عليه يعني، وضربها. هي قالت انا وقفت لهم كلهم وما وافقتش عليه. يعني هي بتعرف تقف اهي. طيب طب ما هي وقفت قبل كده لجوزها لما ضربها. ما هي بتعرف تقف كويس اهو زي الفل. بس هي بتقف لما يبقى في موقف بقى عشان توقف. بتقف بقى صح ولا تقف غلط؟ وقفت لا غلط. يعني هي لما تهرب وتسيب اهلها وتقف قصادهم، لا دي مش صح. انا بتكلم لما جوزها سابته خلاص واتسجن تاني، ربنا بقى هو اللي عاقبه، ده كان صح لما هي قلبت عليه. هي قلبت عليه بعد. وانت مش متعاطف خالص ليه؟ انا مش متعاطف خالص طبعا. ليه طيب؟ عشان هي عندها اضطراب شخصيه حديه، وهي اللي دخلت نفسها في كل المشكلات. واحده ماتت في الشارع وتحت العربيات واتمرمطت. ايه اللي يخلي بنت تسيب بيت اهلها وتروح تبات في الشارع؟ عشان باباها بيضربها وبيكهربها. عشان هي هربت وسابت البيت. واخواتها ما عملوش كده ليه؟ يعني هي عايشه في نفس ظروف اخواتها. كانوا متجوزين اصلا؟ لا، في اخوات ما كانوش متجوزين بس الكبار كانوا متجوزين. وايه يعني؟ بس اخواتها الباقيين بقى اللي مش متجوزين ما عملوش كده ليه؟
طب ايه رايك في اهلها اللي سابوها في الشارع ورفضوا ان هي ترجع حتى لو هي مريضه؟ نربي بنتنا عشان هي مصره انها تمشي اللي في دماغها. هو غلطان، الاب غلطان 100%. دي كانت محتاجه تروح لدكتور امراض نفسيه وتتعالج. احنا عندنا مشكله هنا، يعني كان المفروض البنت دي تتعالج نفسيا، لانه خدي بالك الموضوع ده بيبدا من الطفوله وبيكبر. اضطراب الشخصيه الحديه ده وبيكتمل على سن 18 سنه، وفي جينات وراثيه واساسه اضطراب العلاقه بالام والاب. يعني ايه بقى؟ يعني اساس اضطراب الشخصيه الحديه جينات وراثيه واضطراب العلاقه بين الام والاب. طب هي ما حكتش على اي اضطراب بين الام والاب، هو بس كان بيعذبنا عشان يضايقها. ما هو ده اضطراب في العلاقه بينه وبينها، بينها وبين الام وبينها وبين الاب. يعني اضطراب في العلاقه بينها وبين امها وبينها وبين ابوها، فهي علاقتها بابوها كانت زي الزفت، وده اللي ساعد انها تدخل في اضطراب الشخصيه الحديه. فاهماني؟ يعني العلاقه المشوهه بين الطفل وابوه تدخله في اضطراب الشخصيه الحديه، سواء ابوه او امه، فهي هنا كان عندها اضطراب في العلاقه مع الاب، ودي جينز فدخلت في اضطراب الشخصيه الحديه. لا، مع الاستعداد الجيني. يعني هي عندها حاجتين، العامل البيئي والاستعداد الجيني. يعني ايه العامل البيئي؟ هو العامل البيئي اللي هو تربيه بالاب والعلاقه مع الاب، وان هي تهرب بقى وتتجوز بقى. ده طبيعي، ما كانش في اي حل تاني غير كده؟ لا طبعا، ما هو ده جزء من اضطراب الشخصيه الحديه. طب انت كان ايه الحل؟ بنت طبيعيه يس. بنت طبيعيه في الموقف ده، لو انت في الموقف ده يا سالي هتهربي؟ ما ادري، اخد بالجزمه. طيب يعني انا اهرب ايه؟ واخده بالك؟ ما يعرف يجيبني. واخده بالك التصرف اللي انت هتعمليه ليه؟ عشان انت مش برضه الفكره انه الواحد ما يقدرش يقهر ابوه ويصغره للدرجه دي. ده ابوه اللي شاله طول عمره. اشمعنى هي حتى بقى لو كان وحش، اشمعنى هي بقى عملت الحركه دي؟ عشان هي عندها اضطراب الشخصيه الحديه. البنت العاقله او البنت اللي ما عندهاش اضطراب الشخصيه الحديه هتتصرف زي كده، مش هتعمل ده. ممكن هتقعد تعيط، هتقعد تعيط، هتهدد، هتهدد. لا ده انا بس انا ولا هتروح لخالتها، هتروح يعني لعمتها كلمتين. بس مش هتهرب وتتجوزه. لا يا لهوي، ده اصل هتقفش، هتقفش هجيبها جاي. ما هو ده اضطراب الشخصيه الحديه اللي خلاها تعمل ده بمنتهى الجرأه. بالظبط كده، يعني ما بتخافش. وعلى فكره احنا لو دخلنا في تفاصيل القصه هتلاقي انه كان في بينهم علاقه، وممكن علاقه جنسيه كمان من قبل ما تهرب وتروح له. مين هي وجوزها؟ ده ايه اللي جاب دل ده؟ ايه اللي جاب دل ده؟ ايه هو كان بينهم علاقه وهي كانت مصره عليه وهربت، وكان ممكن يبقى بينهم علاقه جنسيه كمان، فهي كانت مصره عليه اكتر فهربت عشان كده. بجد؟ ايوه ممكن طبعا. ايه اللي بجد؟ ده هو من الشائع في اضطراب الشخصيه الحديه انه يبقى فيه علاقات جنسيه وادمان مخدرات كمان. طب وده بيجي من ايه؟ اضطراب الشخصيه الحديه بيخليها تهرب؟ ايوه، يخليها تتصرف تصرفات فيها اندفاعيه وفيها سلوك ازاء الذات، وتهدد طول الوقت بالانتحار، وممكن تنتحر فعلا. وزي ما بقول لك كده، بتشوف الناس ازاء الذات على ان هي عشان تغيظ الاخرين. لا، ازاء الذات ممكن يبقى نوع من الجذب التعاطف بتاع الاخرين. تمام، فتعور نفسها عشان تجذب تعاطف الاخرين، وممكن يبقى نوع من ازاء الذات كنوع من الاستمتاع بالسيلف انجريز بيهافير. كتير منهم بيحبوا يعوروا نفسهم. انجريز بيحبوا يعوروا نفسهم تعويل. لانه التعوير اللي بيعملوها يقول لك بنعمل كاتنج. طب هي لما ده بيخليهم استني بس مشهوره قوي الجمله دي، وبنات ثانوي في كتير منهم بيعملوا كده، بيطلع اندورفينز. الاندورفينز بتاعت الجسم، المسكنات. المسكنات بتاعت الجسم تبدا تطلع، فيحسوا بالاسترخاء. وعشان كده كتير منهم على فكره، ودي المفروض انا كنت بقول تتحط في كريتيريا دي اس ام، بيعمل تاتوز اللي هو الدليل الاحصائي التشخيصي للامراض النفسيه. كتير منهم بيعمل تاتوز لدرجه انه تقريبا كل اللي عامل تاتوز بوردر لاين بيرسوناليتي، الا اللي بيعمله كنوع من الكالتشر او الثقافه. ثقافتهم كده ان هم بيعملوا تاتو. هو ايه بيهرب يعني لما بيتوجع؟ بيستمتع بالوجع. ايوه، فبيعمل تاتو عشان الوجع بتاع الابره وهي بتخش فيه، ده بيخليه يبقى مبسوط، فبيعملوا تاتوز جدا. تلاقي مغرقين جسمهم تاتوز. طب يعني يخلي اي واحده ان هي فعلا تهرب وتتجوز وتعمل حاجه حرام وما تكملش في علاقات، من ورا ولي امرها، وما تكملش في علاقات كامله، وما تكملش في شغل كامل، وكل حاجتها مبطوره. بس هي ما كلمتش على الشغل. طب انا عايز الاول اعرف راي الدين. معانا مداخله مع رجل الدين الدكتور احمد العشماوي، استاذ التفسير وعلوم القران جامعه الازهر. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا مولانا. مولانا، هو ينفع البنت تقدر تجوز نفسها لو هي وصلت لسن الرشد من غير ولي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، ثم أما بعد. القضية ليست عباسية، وإنما هي قضية فقهية بحتة. فجمهور الفقهاء على أنه لا نكاح إلا بولي، كما قال صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. طبعا. وعلى هذا الأساس جرت أعراف الناس، لأن أعراف الناس وعاداتهم وتقاليدهم هي من مما يراه الشرع. فهناك اتفاق بين الناس بصفة عامة
أن تكون الزيجة في النور وبرضا. طب أنا عايزاها، يا مولانا أنا عايزاها يعني تبقى واضحة وصريحة، يعني ده يعتبر زنا؟ لا، هو هناك استثناء في هذه الحالة، لأن الإمام أبو حنيفة هو الفقيه الأعظم للفقهاء، يرى أنه إذا كانت الإنسانة رشيدة بالغة عاقلة وأخذت مهر مسيلاتها فلها أن تتزوج إذا أرادت بدون ولي. ده مش حرام؟ عند أبي حنيفة مش حرام. مش حرام، لأنها إذا بلغت وكانت رشيدة وأخذت مهر مسيلاتها. بس في فتوى يا مولانا من مجمع البحوث بتقول إنه ده حرام، يعني شرعا هي لازم تتوب وتندم على فعلتها وخلاص توقف الأمر ده خالص، لازم يكون في ولي. أنا ما أعرفش سنها كام، لكن لا هي كان ساعتها 24 سنة يا مولانا. لا خلاص، عند الإمام أبو حنيفة فزوجوها صحيح. يعني هي في مذاهب، في مذهب يحرمها ومذهب يشوفها حلال. طب لجنة الفتوى ليه قالت حرام؟ وأخذ القانون المصري بمذهب الإمام أبو حنيفة. يعني طب ليه لجنة الفتوى قالت حرام يا مولانا؟ القانون المصري. لكن هناك مشكل. وهو أن يعني كثير من الفتيات يركبن رؤوسهن ويمشين بإرادتهن المنفردة، وهذا خطأ. صح، وهذا خطأ. وقديما قالوا في الحكمة إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الإنسان إذا ابتعد عن أهله وأولياء أموره ونصاحه والذين يحبون له الخير وعائلته وأهله ومجتمعه، طبعا هنا يخطو خطوات صعبة. طيب أسأل حضرتك سؤال يا مولانا، مع الأستاذ الدكتور الضيف الكريم فيما قاله، يعني هناك اضطراب شخصي وسلوك عند هذه الإنسانة. أيوة ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه. بس عايز أسأل حضرتك سؤال يا مولانا، ده ما يعتبرش عقوق للوالدين بعد ما يربوا ويشقوا ويتعبوا ويستثمروا في الطفلة دي، أو تبقى بنت ومادموزيل وعايزين يفرحوا بيها وتهرب وتتجوز وتكسرهم قدام الناس كلها كده، كلهم يقعدوا يتكلموا عليها، ده مش حقوق؟ في هذه المسألة بالذات إذا افترضنا صدق الأستاذ صاحبة الموضوع، إذا افترضنا صدقها فالعقوق مشترك بينها وبين الأب. وكثير من المجتمعات وكثير من الأسر يحدث فيها مثل هذا الأمر، إن الأب ينشغل بالسفر عن بيته ويترك زوجته ويترك أولاده ولا يشترك في تربية ولا يتواجد بحضور ولا أي شيء، ويصبح كأنه غريب عن البيت، وبالتالي يحدث عدم ألفة ويحدث شقاق، ويعني عدم اتفاق أبدا في الأمزجة. إنما الإنسان لابد أن يكون متواجدا بين أهله ويربيهم، وفي الحديث الشريف كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طبعا أنا بشكرك يا مولانا ونورتني وتسلم لي، وفعلا زي ما بيقولوا اللي بتزرعوه هتحصدوه. دكتور حمودة، هو فعلا ممكن يشوهها؟ ده واحد متهم في جريمة قتل وهربان من السجن قبل كده وبيشرب مخدرات، وانا 100 مره اقول المدمن المخدرات ده ما تامنيهوش، فده بقى في كل المواصفات السايكوباتيه. مدمن المخدرات يرش عليها ميه نار؟ طبعا ممكن يرش عليها ميه نار جدا، يعني عادي، فممكن يحصل ده. وهي اللي بتعمل كده، هي يعني اللي كل شويه، يعني هي بتقرب وبتبعد بتقرب وبتبعد. ايوه، يعني حتى لو هي اللي بتعمل كده هو يشوهها؟ يعني هو ممكن ده يعمل كده في يوم من الايام؟ الشخصيه دي ممكن تعمل كده. يعني اذا كنت بتكلميني عن شخصيته، هو ممكن يعمل كده. طب تعالى نشوف عشان لو عمل كده، اقول لك بيهدد، لكن الموقف ده لا، الشخصيه دي ممكن تعمل كده. طب تعالى نشوف عشان لو عمل كده هيحصل ايه. يا معانا مكالمه هاتفيه من دكتور احمد فؤاد الجهني المحامي بالنقد. الو، اهلا اهلا، ازيك؟ اخبار حضرتك ايه؟ باجي لك في كل المشاكل. ها، اخبار حضرتك ايه؟ لا، ومشاكل كلها معقده. اي انا مش عارفه في ايه. انا عايز اسالك بقى، لو هو دلوقتي في حد بيتعرض ليا، لو زوج عايز يتعرض لزوجته، بيعمل ايه بقى؟ عايز يروح الشغل وبيروح الشغل يضربها عند الشغل، بيروح مش عارف ايه، اعمله ازاي عدم تعرض ولا اعمل ايه؟ هو هنا طبعا عايز ارجع لنقطتين مهمين. النقطه اللي قالها الاستاذ المحترم الطبيب النفسي ومولانا الشيخ اللي كان في المداخله قبل كده،
طبعا التحليل النفسي ليها هي المشكله كلها في الموضوع ده كله يرجع لها هي فعلا، ان هي اللي عندها مشكله في تركيبتها. وانا يمكن في حالات العمليه انا تعرضت للمواقف دي، تعرضت عليها كتير. وفي مراحل عمريه سن اصغر من كده، ومن وراء اهلها بتغصبهم عند فتره معينه وتتجوز من وراهم، واحيانا بيكون تحت السن كمان ويرجعوا يعيطوا لا بتبقى في مصيبه ملهاش حل. يعني النهارده الحل المشكله اللي احنا ايه فيها ايه بقى تعمل ايه؟ ما هو حضرتك بقى النهارده تعمل ايه؟ النهارده نرجع بقى للدين، ان لا زواج بغير ولي. يبقى يجب ان المشرع يتعرض للمساله دي، وفي يكون في مسؤوليه جنائيه على الولد والبنت اللي هم لسه اول جواز ليهم، اللي تتجوز من غير وليها وهو يقبل يتجوزها من غير وليها. انت عايز تعمل قانون ان هم ما يعملوش كده من الاول بالظبط كده، عشان ما نجيش نبقى في قصه حقيقيه بعدها. لان احنا دخلنا في مشكله النهارده حضرتك، هي اتجوزت مجرم. طب انا بقول لك بقى، يعني سيبك من دي هنحاول ندور لها. انا عايزه دلوقتي الست هيشوهها بميه نار، تعمل ايه عشان تحمي نفسها من طليقها؟ حضرتك هي هتلجا للاجراءات القانونيه. طب انا لازم عشان الجا للاجراءات القانونيه والمحاضر بعدم التعرض. بس حضرتك برضو احنا مش واخدين بالنا من حاجه، ده إيه؟ اب لاولادها، يعني هي موجوده على ذمته، يعني وواحد مجرم مسجل هي اتطلقت خلاص. انا عايزه بس تركز معايا يا استاذ احمد، عايز اسالك كام حاجه كده على طول. اتفضل. دلوقتي عشان محكومه بالوقت، معلش انا اسفه. دلوقتي هي خلاص انا عايزه اعمل عدم تعرض، لازم عشان اعمل عدم تعرض ايه اللي يتوافر؟ لازم يكون معايا يعني اثباتات، لازم يكون معايا رسائل تهديد، فويس نوتس، لا لا خالص لا خالص. المحضر عدم التعرض ده محضر اثبات حاله. انها بتلجا للجهه اللي هي قسم الشرطه، بتقول فيها ان فلان ده بيهددني وانا طالبه ان انا اخد منه تعهد بعدم التعرض، ده اجراء تحفظي، لكن لا يمنع ان هو يؤذيها. يعني هو لو اذاها نفس العقاب، هو هيخاف من ايه؟ هيخاف من السجن؟ ما هو التجربه عاديه عنده، يعني الموضوع مش بالنسبه له ما يخوفوش. بس عادي جدا بروح اعمله محضر عدم تعرض وعدم تعدي عليا، ده مساله اسهل مما يمكن. انا بشكرك ونورتني، تسلم لي يا استاذ احمد، ميرسي. دلوقتي لو هو دلوقتي عايز يرمي عليها ميه نار، الحلول النفسيه بقى، سيبك بقى من القانون. طب انت خدتي بالك انه الشيخ متفق معايا والمحامي متفق معايا؟ وانا مبسوطه، انا بقى مش متفقه معايا. الناس كلها متفقه معايا، انت الوحيده اللي ضدنا. ماشي، قولي بقى. قولي بقى نعمل ايه؟ انت متفق معاك ايه؟ انا دلوقتي عايزه حلول نفسيه، خلاص انا جاي عندي حلول الدين وجاي عندي حلول القانون. الست دي نعمل ايه؟ انا في رايي الحل القانوني مش هيحميها، لانه ده مجرم ودخل السجن قبل كده وما عندوش مشكله انه تعمل له محضر تعرض وبعدين ايه يشوهها وبعدين يتسجن، فما عندوش مشكله، هو اصلا قصران كل حاجه، فمش مشكله انه يتسجن يعني. فالحل القانوني في القصه دي في رايي انه مش مفيد، ولكن الحل الاحسن انها تتواصل معاه وانها تحاول تصلح العلاقه بينها وبينه. تصلحها؟ تصلح العلاقه. ليه؟ مش ان هم يرجعوا. افتكرت. تصلح، لانه هو في الاول والاخر هو ابو عيالها، ده رقم واحد. رقم اثنين ان هو شخص سايكوباتي، والسايكوباتي دايما لازم تاخديه على الهادي كده. تعزمه عندنا على الغداء يعني ولا ايه؟ تاخديه على الهادي كده وتتفاهمي معاه وبتاع عشان تامني شره. ما تهزرش يا دكتور. هو ده هو ده، لان عشان تعزمه على الغداء ويبقوا قاعدين كويسين مع بعض كاسره. بس احنا متطلقين والعلاقه بينا بعيد لبعيد كده، وتدخل باباها في الحكايه وتدخل اخواتها في الحكايه، بس من بعيد لبعيد كده والعلاقه تبقى كويسه. انت جاي تاكل معانا وزيك زي الترابيزه، تاكل وتمشي. فساعتها الامور تبقى ماشيه بشكل كويس، ويبطل يهددها ويبطل يعمل اي حاجه تضرها. طب ما هو ممكن يقول عايز نرجع تاني. لكن حتى لو قلت له لو انا عايز نرجع تقول له لا، لكن لو دخلت معاه في صراع وصدام وراحت عملت محضر، فهو اصلا ما عندوش حاجه يخسرها، هو خسران كل حاجه. طب لو هي قالت له مش عايزه، سهل قوي انه يعمل الحركه دي ويشوه. لو هي قالت له انا مش عايز ارجع لك تاني، طب ما هو برضه هيشوه. لا، ما هي بقى لو في تفاهم وفي كلام وفي ود ما بينهم، وهي عرفت توصل انه تقلل الموضوع بالتدريج، هيبدا دي. وانت بتقول ان هي عندها اضطراب الشخصيه الحديه ده، لازم تتعلم بقى ازاي تتعامل مع الناس. لازم تعالج، لازم تتعلم ازاي تتعامل مع الناس، لازم تتعلم ازاي ما تشوفش الناس ابيض واسود. يعني هو يعمل موقف حلو بقى جميل وحبيبي، يعمل موقف وحش بقى زي الزفت وعايزه تطلق ابوها. نفس الحكايه، ده الشقه بقى جميل وربنا هداه وحصلت المعجزه، واخده بالك انه كل حاجه عندها معجزه. متعاطف ليه قصه المعجزه دي؟
عشان هي طول الوقت اي موقف حلو بقى عظيم وهايل واي موقف وحش بقى زي الزفت. تستاهل اللي حصل لها ده اخر سؤال. لا هي كانت محتاجه يعني خدي بالك هي نتاج التربيه الغلط، فهي كانت محتاجه انه التربيه تبقى صح ومحتاجه انها تعالج نفسيا. انا متعاطف معاها لانها مريضه نفسيا، وانا بتعاطف أنا مع كل المرضى النفسيين، يعني انا متعاطف معاها عشان هي مريضه نفسيا، مش متعاطف معاها عشان هي صح، لا يعني تعاطفي غير تعاطفك معاها. وبعدين انا حتى مش متعاطف، لان انا قلت قبل كده كلمه تعاطف دي غلط، انا متفهمها، انا متفهم المشكله بتاعتها وعايز اساعدها جدا لان عندها اضطراب شخصيه الحديه، ولو بدات تتعالج الامور هتبقى كويسه الى حد ما. لو طلبت علاجها بس هو غالبا على فكره كده. لان هم ما بيكملوش في حاجه فما بيكملوش في العلاج، يبداوا العلاج وما يكملوهوش، يبداوا الشغل وما يكملوهوش، كل حاجه كده في حياتهم يبداوها وما يكملوهاش. سنتين اضطرابات الشخصيه العلاج الاساسي فيها هو العلاج النفسي، جلسات العلاج النفسي، وتتعالج لمدة سنتين على الأقل. العلاج الدوائي دوره بس في أنه يقلل الاندفاعية بتاعتها في التصرفات والعنف بتاعها. نورتني يا دكتور. نورك. ميرسي يا دكتور أحمد حمود. استنونا بعد الفاصل، لسه في كلام كتير قوي دكتور، خلينا ناخد بالنا من حاجات كتير قوي. قصتك يا دعاء فتحت قدامنا أكتر من ملف مهم بخصوص المرأة المصرية. الملف الأول، هل من حق الأهل وولي الأمر أنهم يتحكموا في قبول أو رفض أي عريس يتقدم لبنتهم؟ هل من حقهم يرفضوا العريس ده حتى لو كانت البنت عايزاه؟ طب وحتى لو كان العريس كويس وخلاص ما يتعيبش، هل من حق ولي أمرها شرعاً أنه يرفضوا؟ السؤال ده جاوب عليه من فترة قريبة جدا مولانا الإمام دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقال إن ولي أمر البنت سواء كان والدها أو أخوها أو عمها مش من حقه إنه يمنع جواز البنت من رجل كفء ومناسب إذا لم يكن للمنع سبب مقبول، وللقاضي إذا رفع إليه أمرها أن يزوجها. وقال فضيلة الإمام كمان إن تعنت ولي أمر البنت وحرمانها من رغبتها في الزواج من شاب مناسب بحجة إن الأهل حاطين عينهم مثلا على شاب تاني غني أو من عيلة غنية، ده أمر غير جائز وغير مقبول. يعني بالبلدي كده بقى نتكلم عادي، حق ولي الأمر في إنه يتحكم في جواز بنته مش أمر مطلق طول الوقت، ولو كان العريس مناسب وهي موافقة بيه ومفيش سبب للرفض يبقى رفض ولي الأمر مش في محله. أنا أسفة. الملف التاني بقى اللي فتحته رسالتك يا دعاء هو حق البنت البكر الرشيد في انها تجوز نفسها بدون موافقه اهلها، وده موضوع شائك، ده صراع في فريقين في مصر بيتخانقوا على طول الوقت. قال لك ايه بقى؟ مؤخرا نبره الخلاف والتحدي عاليه قوي، بقت اعلى شويه. الفيمينيستس او مناصري حقوق المراه strong independent women شايفين ان طالما البنت عدت سن الرشد وتقدر تشتغل وتسافر وتكون مسؤولة عن مصاير ناس زي إنها دكتورة أو مهندسة، فما ينفعش وإحنا في 2021 نخلي حق جوازها والموافقة عليه في إيد ولي أمرها اللي ممكن يكون، ركزوا في الحتة دي، أقل منها في الشهادة أو الفكر أو المنصب. زي ما إحنا بنقول A strong independent woman، مش كده يعني تبقى مستقلة، لكن مش كده. تعالوا نقول لكم الرأي التاني. لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية وبالأزهر قالت إن الزواج الخالي من الولي، من الولي ولي أمرها والشهود باطل، لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وهذا لا خلاف فيه. أضافت كمان بقى لجنة الفتوى إيه بقى في إجابتها عن السؤال إنه حكم الزواج بدون ولي أو شهود إيه هو؟ لو حصل معاشرة في هذا الزواج فقد وقع في الحرام وارتكاب إثم عظيم، متخيلين؟ وعلى صاحبة اللي حصل ده، يعني صاحبة الأمر، الافتراء فورا والندم على ما كان والعزم على عدم العودة، متخيلين؟ دلوقتي بقى أنا نفسي أسمع الفيمينيستس اللي بيطالبوا بحق البنت في إنها تجوز نفسها بدون إذن ولي أمرها. طب رأيكم إيه في قصة دعاء؟ فإحنا قلنا الراجل يحب الست اللي تعتمد على نفسها ويعتمد عليها، مش strong independent woman المصطلح اللي طلع، والفيمينيستس اللي مع المرأة في أي حاجة. رأيكم إيه؟ شفنا كلنا إن دعاء رغم كل زعلها وأزماتها مع أهلها
حصل ايه في النهايه؟ ملهاش غيرهم، ملهاش غيرهم، راحت لهم ساعدوها. الملف الثالث بقى ملف العنف ضد المراه، التهديدات اللي عماله تستقبلها من جوزها او الطليق ده بعد ما انفصلوا، الحوادث اللي بنسمع عنها، تعذيب، تشويه بميه نار ومأساويات. عايزه اقول لكم ان في تقرير اصدره المجلس القومي للمراه بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، قال فيه ان 5 مليون، اسمعوا رقم كويس قوي، 5 مليون و600 الف امراه بيعانوا من العنف على يد الزوج او الخطيب سنويا، و2 مليون و400 الف ست، تخيلوا، اصيبت بنوع واحد او اكتر من الاصابات نتيجه للعنف ده. ايه في ايه؟ وان مليون زوجه بتسيب منزل الزوجيه نتيجه للعنف على يد الزوج. ارقام صعبه ومقبضه وكتير قوي قوي، بس اللي مطمني في الموضوع ده كله ان الدوله بتتحرك في المساله دي، وسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بملف المراه جدا، ودلوقتي بقى في حاجه اسمها تمكين المراه وبواقف جنبها. انا فاكره جملته كويس لما قال ان مصر بتبذل جهود لتمكين المراه المصريه ومكافحه كمان مظاهر العنف ضدها بكافه اشكاله. الارقام تخض صح؟ كل اللي فات ده ملخصه ايه يا دعاء؟ ان اللي بتدور على جواز لمجرد انها تهرب من بيت اهلها ما بنشوفهاش الا في قصه حقيقيه، بتبقى بتخرج من حفره لحفره، عشان الجواز عمره ما كان هروب او حل في حد ذاته. الجواز يعني طرف تاني هتسلميه نفسك، هيحبك ويدلعك لو ما كنتيش عارفاه ودرساه وحاسبه كل خطوه معاه، تبقي كده بتسلمي نفسك للهلاك زي ما حصل، مش للسعاده اللي بتدوري عليها. يا دعاء، الواحده مننا كبيره باهلها مهما كانت مشاكلهم وتصرفاتهم، يوم ما يظلموها او يجوا عليها او يعدوا حدودهم معاها، في عندنا قوانين ومؤسسات موجوده زي المجلس القومي للأمومة والطفولة، المجلس القومي للمرأة يا ستي، وغيرهم كتير كان ممكن تلجأ لهم، كانوا ممكن يساعدوكي. لكن نروح نهرب ونتجوز من وراهم؟ تخيلي حد من عيالك عمل كده، ده لا وألف لا. سمعتي معانا كلام الدكتور والمداخلات اللي حصلت في البرنامج كمان. عايز أقولك على حاجة، ممكن تكون قصتك دي عبرة وعظة، وعارفة أن أنت ممكن تكوني بعتها لكده، انت خايفه على نفسك وخايفه على عيالك، بس ممكن تكوني بعتها بتقولي الناس كتير لبنات كتير لما تهربي هيحصل لك كده، وفي الاخر راحت لاهلها. الواحده مننا كبيره باهلها، ده انت لما تتخانقي مع اهلك ما تقوليلوش الاسباب، ما يتدخلش ما بينك وبين اهلك، دول اللي هيقفولك لو هو عمل اي حاجه. الدم عمره ما يبقى ميه، اهو في الاخر ابوها خدها وحنن قلبه عليها، بس هي كانت عامله كارثه تصغريه قدام الناس وتتجوزي من وراه، ما هو كان لازم يبقى زعلان برضه. خلي بالك من عيالك لا يعملوا كده، لانه كما تدين تدان، ويا رب تكونوا كلكم سمعتوا القصه وتعلمتوا. هتهربي هيحصل فيكي المأساويات اللي شفناها دي، ما شفناش الا كده. وهستنى منك يا دعاء رساله جديده تطمنيني فيها عملتي ايه، وهستنى من كل اللي اتفرجوا علينا وسمعوا قصه دعاء يبعتوا لنا ويقولوا لنا ايه رايهم، ينفع تتجوزي من غير موافقة أهلك؟ ده احنا بنسمع كل يوم قصص، ده أنا حواليا ناس قد كده وفي الآخر جريت على أهلها. ليه؟ لأنها مبقتش تسوى في نظره. الواحدة مننا افتكروا، الواحدة مننا كبيرة بأهلها. ونتقابل في حلقة جديدة وقصة تانية بأبطال تانيين في قصة حقيقية. باي باي.